This is your English teacher, Mrs. Khiyar. Hope you're doing all well. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نشكركم بزاف على التعليقات اللي حطيتهم على الفيديو اللي درتهم من قبل. الحمد لله أغلبية التلاميذ كانوا فرحانين لأنهم فهموا اللغة الإنجليزية بطريقة مبسطة، ودروس لقاهم باللي دروس جد بسيطة، وكانوا يشوفوهم باللي معقدين وصعب. الحمد لله فهمتوا، وإن شاء الله نتمنى أن ربي يوفقني ونكمل معاكم إلى الآخر بإذن الله. اليوم الفيديو تاعنا راح تكون على درس جد وجد مهم لجميع واحد حاب يتعلم اللغة الإنجليزية، أو جميع التلاميذ لازم يكونوا يعرفوا هذا الدرس اللي هو pronouns in English، ضمائر في اللغة الإنجليزية. هذا الدرس علاش مهم للمتمدرسين اللي يقراو في المتوسطة ولا في الثانوية؟ مهم لأنه باش كي نروحو نقراو إن شاء الله الأزمنة اللي هما present, past and future، لازم تعرفوا الضمائر. كي نعرفو الضمير نعرفو نصرفو الأفعال ديالنا. حاجة أخرى لأقسام الطور الثانوي، علاش لازم تعرفوا الضمائر تاني؟ لانه راح يعطوا لكم ان شاء الله في النص يسطروا لكم على ضمائر، تقدر تكون ضمائر من المفعول به اللي هي object pronouns كيما you, them, her, him اللي راح نشوفوهم ان شاء الله، يقدروا يسطروا لكم عليها ويقول لكم عليه من تعود هذه الكلمة، عليه من ترجع. يقدروا يسطروا لكم على ضمائر الملكية أو possessive pronouns، مثلا الملكية معناتها الأشياء اللي تخص الشخص، يقول هذا القلم لي، راح يقول this is my pen. دونك هذيك الماي يسطروا لكم عليها، باغ اكزامبل يقول لكم عليه من ترجع، شكون هذا اللي يقول ماي. Okay, so it is very important. Be careful. شيء جد مهم. Okay. نبدأ بسم الله. هنا عندنا English pronouns، الضمائر باللغة الإنجليزية. لازم تعرفوا بلي ضمائر كيما في اللغة العربية كاين عدة أنواع من الضمائر: ضمائر مخاطب، ضمائر مفعول به، ضمائر الملكية اللي يهضروا على الحاجة اللي كينقولوا هذا الشيء لي، راح نقولوا in English we say this is my pen، هذا القلم لي. كاين ضمائر المخاطب، كنقولوا انا راح نقولوا I، كنقولوا هم راح نقولوا they، كنقولوا هي راح نقولوا she، راح نشوفوهم وحده بوحده ان شاء الله. دونك عندنا هنايا ضمائر مختلفه. واش معناتها الضمير قبل؟ الضمير or the pronoun يعوض الاسم. نقولوا ليلى جميله، ليلى is beautiful. حبيت نحي ليلى ونعوضها بضمير، راح نقول she is beautiful. الضمير راح يعوض الاسم. So هنايا كنقولوا subject pronouns اللي هو النوع الاول من الضمائر، راح تفهموا بلي راح نهضروا على ضمائر المخاطب تاع المخاطب. اون انجلي سي subject معناتها لو سوجي الفاعل. هنايا هاد الاسماء ما يهموش انك تعرف بلي I, you, she واسمهم subject pronouns، و my, your, her وهذوما اللي حنشوفوهم اسمهم object ولا اسمهم possessive pronouns، ما يهمش. المهم تعرفوا كيفاش نقولوا بالعربية، نقولوا أنا in English we say I، بالعربية نقولوا هي in English we say she إلى آخره. The first pronouns، أول الضمائر اللي حتكون subject pronouns. في اللغة العربية كاين أنا، أنت، أنتي، أنتما، أنتم، أنتنا، كامل نعرفوهم باللغة العربية. باللغة الإنجليزية أنا راح تكون I، أنا I. You راح تكون، شوفوا هنايا الحاجة سهلة أون أنجلي، حاجة بسيطة، راح تكون هنا you، عندنا you راح يعوض لنا باللغة العربية يعني لنا أنت، أنتي، أنتم، أنتنا. شوفوا you بركة تعني أربع، هاد الأربع ضمائر باللغة العربية. كيما نقولوا you are Sarah، أنت ولا أنتي سارة. you are أحمد، أنت أحمد. هنايا كي نعبروا بيو على المفرد المذكر المؤنث الواحد، رجل أو امرأة، بنت أو ولد، هنايا you تاني تعبرنا على الجماعة. you are nice pupils، أنتم تلاميذ جيدين. you are، أنتم.
كي نهضروا على المؤنث الثاني يقولوا you are beautiful, انتن جميلات الى اخره. سو شوفوا هذه عليها يو تعبر على المفرد والجمع المذكر والمؤنث. هنايا عندنا هي راح تعبر على المفرد المذكر. واش معناتها مذكر؟ ولد او رجل. كي نقولوا احمد is a dentist راح نقولوا احمد طبيب اسنان, ولا نقولوا هي از ا دنتست هو طبيب اسنان. سو so هي هو للرجل والولد. شي معناتها هي. شي نقولوا امينه از ماي ماذر, ولا شي از ماي ماذر هي امي. ات هنايا ات راح تعني على المفرد الواحد الغير العاقل. واش معناتها غير العاقل؟ معناتها شيء او حيوان لكن واحد مفرد. نقولوا the table is brown, ولا الطاولة بنية, ولا نقولوا it is brown. ما نقدرش نقولوا she is brown الطاولة. شي قلنا للإنسان للمؤنث اللي هو امرأة. نقولوا القطة تنام the cat is sleeping, ولا it is sleeping. it is it شتو معايا هنايا؟ it تعني لشيء او الحيوان الواحد مفرد. شفوا عليها واحد هنايا. وي هي نحن بينا, نحن شيء بسيط. نحن هنايا هنايا عائله. وي ار ا فاميلي نحن عائله. ذي راح تعني شوفوا معايا للعاقل وللغير العاقل في الجمع. كي نهضروا على شخص غائب راهو بعيد راح نقولوا هم قادمون. they are coming معناتها راهم جايين. هم جماعة, يقدروا يكونوا بنات جماعة تاع بنات أو جماعة تاع ذكور أو جماعة مخلطة بنات وذكور. هم ونقدروا تاني نستعملوها للأشياء الجمع الغير عاقل معناتها الجمع تاع الأشياء كما نقولوا money. they are my money هذا النقود لي. they are they الجمع المذكر المؤنث والأشياء والحيوانات. تحكموا ورقة وستيلو وتكتبوا هذه الضمائر وتعودوهم وتحفظوهم وتعودوهم حتى يدخلكم في رأسكم. I, you, he, she, it, we, they, you. okay راح تحفظوهم ان شاء الله وما حش تزيدوا تلقاو صعوبات معهم. ليلى often reads books. ليلى في معظم الاحيان تقرا الكتب. هنايا سطرنا على ليلى نقدروا نقولوا ليلى. وشنو هو الضمير اللي نعودوا به ليلى؟ نشوفوا هنا الضمائر هو she. اوكي هي. سو راح نقولوا ليلى often reads books, ولا she often reads books. ما نقدروش نقولوا ليلى she often. نختاروا يا الضمير يا الاسم. هنايا باش نختصروا بلا ما نقولوا الاسم راح نقولوا هي تقرا الكتب احيانا. نقولوا she often reads books. 2 احمد is watching tv. احمد يشاهد التلفاز. نقدروا نقولوا احمد, ولا نقدروا نعوضوه بالضمير ديالو اللي هو he. good so we put he is watching tv هو يشاهد التلفاز. the dress is green الثوب اخضر لونه اخضر. باش نعوضوا الضمير اللي نعوضوا به الثوب the dress. the dress كما على بالنا هو شيء غير عاقل. اوكي سو باش نهضروا على المفرد يكون شيء واحد it للشيء او الحيوان لكن مفرد شيء واحد. it is green. اوكي سو نمبر 4 the pictures are on the wall الصور على الحائط. باش نعوضوا الصور الضمائر ولا الضمير تاع الصور. الصور راح يكونوا هم they are on the wall. قلنا they راح يكونوا للعاقل ولغير العاقل لكن الجمع. the cat is eating القطة تأكل. the cat الضمير اللي يعوض القطة قلنا شيء واحد مفرد راح نعوضوه ب it. لكن الأشياء كي تكون في الجمع راح نعوضوها بالذي كي تكون غائبة. Diana is cooking dinner. ديانا هنايا راهي شخص واحد مؤنث, والمؤنث كي يكون مفرد راح نعوضوه بشي, كي يكون جمع راح نعوضوه بذي. أوكي
My brother and I are going to London. أخي أنا وأخي ذاهبان إلى لندن. هنا أخي زائد أنا وش راح يقولوا؟ راح يقولوا نحن، ونحن باللغة الإنجليزية راح تكون we. عوض نقول الاسم راح نستعمل الضمير، عوض نقول ليلى نقول she، عوض نقول أحمد نقول he، عوض نقول Algeria is my country نقول it is my country. راح نعود الجزائر بالضمير ديالها، والجزائر بما أنها مفرد شيء راح نقوله، ولا مفرد غير عاقل راح نقوله it is it. Now we move to other pronouns اللي هما object pronouns. نعودها مرة أخرى، ماشي ما يهمناش وش اسمهم هاد الضمائر قد ما يهمنا كيفاش نقولوهم، راح نتعلمهم مع بعض إن شاء الله. هنا عندنا me, you, him, her, it, us, them, you. شوفوا لي هنايا I تقابلها me، you تقابلها you، راكم معايا، he تقابلها him، she تقابلها her، it تقابلها it، we تقابلها us، they تقابلها them، and you تقابلها you. هنا يا وش معتها هدية، وش الفرق بين I و me و you و you و he و him إلى آخره؟ نعطيكم مثال باللغة العربية، نقوله الأستاذ علمني، الأستاذ علمني، نقوله the teacher ولا he، he teaches شكون؟ علماني، علماني أنا. ما نقدروش نقولو he teaches I، this is incorrect، هذا خطأ. راح نقولو he teaches me، أنا كشخص علماني. نقولو الأستاذ علمها هي، علمها علمها، هي her، هي وش قلنا بنقولو هي؟ نقولو she، she تقابلها her، she معناتها هي، كنت حتو على الامرأة أو البنت نقولو هي جميلة، she is beautiful. بصح هنايا her معناتها كي نقولو علمها أرشدها إلى آخره، هكا أفعال. كي نهضرو على الشخص اللي هو هي راح نقولو her، he teaches her كامل كشخص علمها، guided her أرشدها، أرشدها he guided her، he guided him، him يقابلو قلنا وش يقابلو مع ضمائر المخاطب؟ يقابلو he، he راح يولي him، he كن تحدثو على الشخص نقولو he is a teacher، هو معلم، بصح نقولو المعلم علمه، نقولو the teacher teaches him، علمه هو. اوكي لا باش تفهموا مليح، دونك نتوما واش عليكم مره اخرى نقولكم تحكموا ورقه وسياله وتكتبوهم، تكتبوا كل وحده مقابلتها، I مقابلتها me، you مقابلتها you، he مقابلتها him، وتحفظوهم على هذه الطريقه. هنايا نشوفوا التمرين، the teacher always gives the students homework، الأستاذ دائما يعطي التلاميذ homework. هنا يا the teacher يعطي التلاميذ، يعطي him، هم okay، يعطي لهم، always gives، وش راح نعودو هادية؟ هادي the students راح هي تكون they، هادية they، بصح ما قدروش نقولو they لأنه ما نش نتحدثو عليهم هما، أنا نتحدثو وش عطاو لهم، ليهم كأشخاص، دونك راح نقولو them، the teacher always gives them. I am reading the book to my little sister. أنا نقرأ كتاب لأختي. ما نقدروش نقولو I am reading the book to my she. To my she. No. ليها. أنا نقولو ما نقدر ما نش نقولو أنا نقرأ لها الكتاب هي. راني نقرأ الكتاب ليها هي كشخص. I am reading the book to her. Her. هنا يقولنا she يقابلها، كيفاش تولي she كي يكون امرأة أو بنت؟ كي نقولو هي كشخص راح نقولو her، حفظوهم هكذا. نشوفوا مثال آخر، the boys are riding their bikes، الأولاد يقودون دراجاتهم،
يقودون وش يقودوا يقودون دراجاتهم. دونك وش نقولوا هنايا، دراجات هما جمع لاشياء، والجمع تاع اشياء قلنا هما they، بصح حنا ما نقدروش نقولوا the boys are riding they، الاولاد يقودون هم شكون هم، يقودون هادوك الدراجات كامل. كي نعبروا على الشيء ولا على الشخص كامل من الفوق الى تحت، فوالا. The boys are riding، حنا هنا واش قلنا، قلنا they راح تولي في كي نهضروا على الاشياء كامل راح نقولوا them، يقودونهم كامل كاشياء. هنايا مثال اخر، My father is writing a letter to John. هنايا ابي يكتب رسالة الى جون. هنا جون باش نعودوها، جون هو هي، بصح ما نقدرش نقولوا My father is writing a letter to he. No, it's incorrect. راهو يكتب رسالة له كامل كشخص، to حنا he له هو، راح نقولوا he is writing a letter to him. So he تولي him. I don't know the answer. ما نعرفش، لا أعرف الإجابة. I don't know the answer باش نعودوها كي تكون ضمير مخاطب عادي، راح نعودوها ب it. It is the answer، هي الإجابة. بصح كي نقولوا أنا ما نعرفهاش هذيك الإجابة كإجابة كاملة كشيء، راح نقولوا I don't know it. I don't know it. I don't know the answer. Can you tell the people the way to the airport, please? هل يمكن أن تعلم الناس طريق إلى المطار من فضلك؟ Can you tell the people؟ هنا the people كي نعودوهم هم راح نقولوا they. Good. راح نقولوا they. بصح حنايا ما نقولوش Can you tell they the way؟ هل يمكن أن تعلمهم هم كأشخاص؟ Can you tell them؟ احنا قلنا they كما هنا they to them. This is my sister and me، هذه أختي وأنا. هنا this is كيف نقوله، this is she، يقولنا البنت راح تكون she، بصح ما نقولوش this is she، it's incorrect، خطأ. راح نقوله this is her and me. So this is the first part، هذا الجزء الأول من الضمائر. راح نشوف إن شاء الله في الفيديو القادمة ضمائر الملكية، صفات الملكية، والضمائر الإنعكاسية اللي هما possessive pronouns، possessive adjectives and reflexive pronouns. ما تخلعوش من الأسامي، شيء جد بسيط وسهل مع التمارين، إن شاء الله راح تكونوا ممتازين فيهم بإذن الله.